الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثالثة قاعدة. الورع فريضة وفضيلة. الورع فضيلة فريضة وفضيلة. فإذا كان يتعلق بشيء من المحرمات الشرعية فيعتبر الورع في تركها من الورع الواجب، ولا يجوز للإنسان أن يتقحم شيئا من المحرمات. فأنت بتركك الزنا تسمى متورعا لكن ورعا واجبا، وبتركك لشرب الخمر والسرقة وتركك للغيبة والنميمة وتركك لعقوق الوالدين، هذا كله يدخل في دائرة الورع، ولكنه في دائرة الورع الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه. فترك المحرمات وترك الشبهات المفضية إليها هذا كله من الورع، لكنه من الورع الواجب. وأما ورع الفضائل فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الأجر به، فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الأجر به. كالتورع عن الدخول في شيء من المعاملات التي اشتبه حلها بحرمتها، وكفعل ما اتفق عليه العلماء كما سيأتينا في قاعدة أيضا، وكحجاب المرأة وتركها للخلاف هل وجهها يكشف أو لا يكشف، فهي أرادت أن تفعل ما فيه ورع، فهذا من الورع الذي يحكم عليه بأنه فضيلة. فأي شيء اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى بين حل وحرمة أو حرمة وكراهة فالورع تركه.